أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا وبوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة وأكلة جديدة من مطبخكم مطبخ هناء العموري. النهاردة هنعمل كفتة بالطحينة. الطريقة ديت أو الوصفة ديت أمي كانت بتعملها لنا دايما، ممكن كتير يكون مش عارفها، بس أنا اتفاجئت فعلا إن كتير مش عارفها، بس إحنا بنحبها جدا ومدمنينها جدا، ونتمنى إن انتوا تجربوها وتقولوا لنا رأيكم إيه. هي بسيطة جدا وكانت أحلى حاجة فيها بساطتها. عندنا نص كيلو لحمة مفرومة، وعندنا نص كوباية طحينة خام، وبصلايه وسط مفرومة، وملح وفلفل ومية وزيت. أول حاجة هنعملها اللي نص كوباية طحينة، هنحطها في بولة. احنا عايزين نعمل الصوص اللي بيتحط، صوص الطحينة اللي هيتحط فيه الكرات الكفتة. هنحضره الاول قبل ما نمسك اللحمة والحاجات النية، نحضره الاول. تمام، دي نص كوباية طحينة. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بخففها بشوية مية واتبلها، اتبلها بشوية ملح وفلفل، احط شوية مية بس صغيرين علشان ابتدي ادوب الطحينة عشان ما تحبحبش مني او ما تفصلش، لان الطحينة لما بيتحط لها مية كتير مرة واحدة ممكن تفصل. تمام، ابتدت تتقل اهي، نحط شوية مية تاني ونحب حبة ونفضل نقلب فيها. شوية مية اهم تاني، دي بتبقى كرات اللحم او كرات اللحم المفروم المتبل، بنتبلها كأنها كفتة ونكورها ونحمرها في طاسة على النار، وبعدين نحطها في صينية عليها الصوص الطحينة ده وندخلها الفرن. بتطلع صينية كفتة بالطحينة. انا بعشق الاكلة ديت خاصة بالعيش البلدي. طبعا هي ممكن يتحط جنبها طبق رز ابيض او طبق رز بالشعرية، تبقى برضو جميلة جدا، بس انا بحبها بالعيش البلدي، بتبقى حلوة قوي. الطحينة كده هي ابتدت تنعم معايا خالص. لازم نحط المية على مراحل علشان الطحينة ما تفصلش مننا. احنا عايزين الطحينة تبقى صوص خفيف، لانها لما هتخش الفرن هتتقل وهتبقى صوص تقيل، فلازم نخففها خالص كده تقيلة. شوية مية كمان، اهي كده بقت وسط. احنا عايزينها خفيفة، اخر حبة مية كده بقت خفيفة. شايفين ازاي بقت خفيفة عاملة ازاي؟ تمام، نبتدي بقى نتبلها بحاجة بسيطة خالص. نبتدي نتبلها بحاجة بسيطة خالص، شوية ملح خفاف قوي، وشوية فلفل اسود. مش هنحط عليها زيت، مش هنحط اي حاجة، لان احنا الكفتة لما هنحمرها هنحمرها بزيت، وهنيجي ندلقها بالزيت بتاعها على الطحينة، هتكفينا قوي. خلاص، شايفين ازاي بقت ناعمة؟ مفيش ابسط من كده، طحينة وملح وفلفل ومية بس. هنحطها بقى في الصينية بتاعتنا، سواء صينية ألمنيوم او صينية بايركس كده زي ما احنا شايفين.
كده احنا حضرنا الصوص جاهز علشان يتحط عليه كرات اللحم بتاعتنا. هنركنه كده على جنب. نبتدي دلوقتي نعمل الكفته بتاعتنا اللي هتتحط في الصوص ده. هنحضر بوله ونبتدي نحط النص كيلو لحم مفروم بتاعنا. حطينا اللحم المفروم، هنتبله ببساطه قوي، بصل وملح وفلفل بس، مفيش اي زيادات تانية. هنحط الملح بتاعنا تقريبا بتبقى معلقه صغيره ملح. هنحط الفلفل الاسود بتاعنا، الفلفل الاسود حسب الرغبه، بس عامه الكفته بتحب الفلفل الاسود. وبس ديت ضيقه شويه، فرامها ضيقه، ننزل شويه فلفل اسود كده. طيب البصل بقى بتاعنا احنا فرمناها بصله وسط، فرمناها ناعم زي ما انتم شايفين كده، هنحطها كلها ونبتدي نعجن بقى كل المكونات اللي حطيناها مع الكفته دي بايدينا كده. كتير مننا لما بيعمل الكفته المشويه او كرات الكفته ممكن تتفتفت في الحل في الصينيه او في الفرن. ده بيكون احيانا بسبب السوائل اللي نازله من البصل او من اللحمه اللي هو الدم، دي كلها سوائل بتخلي الكفته تفك منك وتتفتفت، فممكن اللي يداوي لك المشكله ديت معلقه صغيره من النشا تربط لك كل السوائل دي ببعضيها وما تخليهاش تفك منك ابدا. دلوقتي احنا كورنا الكفته بتاعتنا اللي هنحطها في الطحينه، بس قبل ما نحطها في الطحينه هنحمرها في شويه زيت على طاسه على النار. هننزل كده عشان تاخد وش، بس مش نسويها، احنا عايزين نديها وش خفيف قوي كده في شوية الزيت اللي على النار ده. هنحمرها كلها على الوشين. دلوقتي احنا حمرنا الكفته بتاعتنا، كور الكفته بتاعتنا حمرناها كلها زي ما انتم شايفين كده. هننزلها بقى كلها على الطحينه، بس هنا الطحينه لما سيبناها شويه تقلت. طبعا اي طحينه لما بتتساب شويه بترجع تتقل تاني بعد ايه ما عملناها، فاحنا هنزودها شويه ميه صغيرين ان هي لما هتخش الفرن هتتقل تاني. هنحط بقى كل الزيت بتاعها ده لان ده واخد من طعم الكفته. هنحط بقيه الكفته اللي احنا حمرناها كلها وكل الصوص اللي نازل منها ده هناخده وننزله. تمام كده الكفته بتاعتنا سقطت في الطحينه، نحاول نقلبها بس شويه كده عشان الطحينه كلها تيجي عليها. انا مش قادره اقول لكم بجد جربوها، جميله جدا جدا. صوص الطحينه ده بيتقل شويه وبياخد من طعم الكفته، بتبقى طعمها بجد يعني انا مش عارفه اوصفها لكم، انتوا لو جربتوها ممكن تعرفوا وتوصفوا طعمها. هنحط بس شوية مية عشان الطحينة لما سيبناها تقلت زي ما احنا قلنا لازم تبقى خفيفة اهو بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنحطها في فرن درجة حرارته عالية لمدة تقريبا نص ساعة ونطلعها ونقدمها على السفرة، تتاكل مع عيش، تتاكل مع رز سادة او رز بالشعرية مع طبق سلطة، بتبقى جميلة جدا. هنحطها دلوقتي في الفرن لمدة نص ساعة
ونشوفها بعد كده ان شاء الله. شوفي الكفته بتاعتنا دلوقتي بعد ما عدى نص ساعه عليها، ادي كفتتنا بعد ما عدى عليها نص ساعه. شايفين ازاي الطحينه تقلت وعملت خدت من طعم الكفته بتاعتنا. دي بنقدمها مع رز ابيض او رز بالشعريه او زي ما انا بحبها بالعيش. اتمنى ان انتم تجربوها وتجربوا كل وصفاتنا اللي احنا بنعملها في رمضان وافطار شهي ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين والف سلامه.